السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا يا جماعه الصوت يعني النهارده فيديو بسيط جدا وسريع جدا عشان خاطر الناس اللي بيعطل منها الموتوسيكل على الطريق. الفيديو ده لازم هيفيدك لو انت بتركب موتوسيكل او معاك موتوسيكل هيفيدك الفيديو ده، تمام؟ ومش هطول عليك فيه، في 5 دقايق هعرفك لو الموتوسيكل بتاعك عطل على الطريق معاك هتعمل ايه او تتصرف معاه ازاي. والكلام اللي انا اقوله لك ده برضه بيجي لك في قلب المرور، يعني المرور بيسالك لو الموتوسيكل عطل منك هتعمل ايه. تعالوا ما ناخد جنب عشان تسمعوني كويس وتشوفوني انا هعمل ايه. طبعا لو الموتوسيكل دلوقتي عطل منك على الطريق زي ده دلوقتي كده انت مش هتعرف تتعامل معاه ومش هتلحق او مش هتلاقي ميكانيكي يجيلك ويشوف لك الموتوسيكل عمود ايه، فلازم انت تكون واخد بالك هتتصرف ازاي مع الموتوسيكل في الوقت اللي زي ده او في مكان زي ده. او النهارده احنا في رمضان مثلا والفطار ما عادش عليه الا نص ساعه، تمام؟ فانت تعمل ايه؟ اول حاجه بتعملها دلوقتي لما الموتوسيكل مثلا يبطل منك بتقوم مطلع البيشو، جبت البيشو، جبت البيشو اهيت، تحل البيبه كده اهو، تمام؟ طبعا الموتوسيكل ده مش عطلان ولا حاجه، بس انا بوري لكم ايه اللي بيحصل. لو انت جيت تدور مش هتلاقي كهرباء، مفيش كهرباء، تمام؟ طيب الكهرباء اهي، شفت بيطلع كهربا ازاي؟ في ساعات ما بيطلعش كهربا، بتقوم باصص على الكليبس اللي هنا ده. الكليبس اللي جوه ده، الكليبس ده لو ما بيطلعش كهربا في كليبس من هنا برضك امن عليه، ممكن يكون اتنطر او اتحل او حد شاله لك عشان خاطر الموتوسيكل ما يدورش منك، تمام؟ طيب ممكن تبص على الاكتفاير، ممكن يبقى عيبه في ملف الكهرباء. انما هو دلوقتي كده بيجيب الايه؟ الكهرباء معايا، تمام؟ طيب تعالى برضو الجنب التاني، او ممكن ما اكونش مبطله كهرباء، الكهرباء بتاعتي حلوه وبتجيب 100 100، تمام؟ بتدور 100 100 وبتجيب كهرباء كويسه. المهم اقفل الكهرباء، بقوم جاي انا اهو علينا كده الجنب التاني. بنزين، البنزين يا جماعه بصوا هو كده اللي هو العادي الاساسي، كده الاحتياطي، كده الاساسي، كده مقفول، كده مقفول، كده الاحتياطي. يعني لو انت ماشي على السكه وجيت تبص وانت ماشي بالبنزين وشطبت منك بنزين والحنفيه كده ما تقلقش، ده الاساسي. انما دلوقتي لما تيجي مثلا عايز تقلب على الاحتياطي بتقلب البنزين لفوق، تمام؟ دي برضو عشان تبقى واخد بالك منها. انا دلوقتي كده اكون على الاساس، لو بطلت مني اقلب على الاحتياطي، تمام؟ كده دي فكره بسيطه وسريعه عشان خاطر ما اطولش عليكم، وانتظروا مني على طول دايما الجديد، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراكات بالقناه ويوصلكم كل جديد.